بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام السلام عليكم حبيبات سلام الزينات واش راكم ان شاء الله تكونوا كامل بالف خير مرحبا بكم معايا في هذا لا فيديو جديده فيديو الحطه الاناقه لا كلاس التقديمات والافكار اكيد راح يعجبكم حبيبات قلبي ما تنساونيش برك بالتشجيع بالجام وكومونتير يا الزينات يا الغاليات ويلا نشوفوا واش جبت لكم وقبل ذلك ايضا نحب نقول عيد سعيد لكل الامهات ان شاء الله واللي يعني راهم متوفيات ان شاء الله عيدهم في الجنه واللي راهم على قيد الحياه تهلاو فيهم نعطي ربي يعطيهم الصحه وطول العمر كامل حنا كامهات واللي مازال ما, زل ما ولوش امهات نقول لكم ان شاء الله ربي يعمر حجركم وربي يفرحكم وربي يرزقكم حبيبات قلبي هنا يا دوكا أني حنشارك معكم يعني النهار اللي انا رايحة نستقبل فيه الضيوف أديالي شكون لي جاني شكون هاد الخطة بالي جاوني أه وش جابوا لي كامل معاهم هنا مع الصباح نطبكري أكو تعرفوا نهار يكونوا عندنا ضياف طيح علينا النشاط ولازم نكونوا ناشطين باش نستقبلوهم يعني كيما يلزم الحال هنا كيما شتو غير نتصبح لوبيا روعه وعالي كنت شمختها لافي هاي لك كهنايا آه، درت معها كسرة فطير كنت تعرفوا يعني التماشى بيان بيان مع اللوبيا حنا كي نشوفو شويه شتا ولا دار غير برك شويه الحال يلا يا لوبيا يا عدس اليوم درت لهم اللوبيا اه تاني ناكلوها شويه من قبل ما يسخن الحال درتها لهم غير بالمرقاس كما راكو تشوفو. كي, كي ما يكونش عندي والو ولكن ما نديرهاش بالتوم هكذا وكانوا عندي حبة مرقاس جو بريفير نديرهم لهم هكذا باللوبيا يعني مدبنا بزاف هايله تجي هايله اه اللوبيا انا يعني شاركتها معاكم الوصفه عده مرات ولكن كما يقولوا هكذا غابيدمون نعاود نشاركها معكم لوبيا نغليها وكي نشوف هذيك الغوات طلع نتخلص كامل منها ومن بعد نقلي قبل هذاك المرقاز نحيف في هذيك الزيت ديالو دي نرمي هنايا البصل درت شويه ملح آه نرمي عليه ثاني آه حبه طوماطيش تكون كبيره تكون آه مرحيه مليح في الاشواغ آه بعد ما يدبل هذاك البصل باش نرميها هكذايا ونخليها تاني تتقلى شوية ندير لها طوماطيش تاع البطا آه بالنسبة للتوابل عندنا الملح كأني درتو في الأول عندنا فلفل الكحل عندي شوية تاع القصبر المرحي وعندي تاني الكمون اللي لازم يكون في اللوبيا راح يعني يساعدنا في الهضم ويقضي لنا حتى على الغازات يعني دائما اللوبيا تاني كنغليوها ونحو لها هادوك الرغاوي الغازات راح ينقصوا فيها هنا يستعليهم ثلاثة فصوص تاع وقليتهم كامل مع بعض ومن بعد بعد ما غلات شويه هذيك اللوبيا وتخلص كامل من هذوك الرغاوي اللي فيها بها اللي نمرق لا كوكوت ديالي وست هنايا حبه زروديه نحب ندير هكذا حبه زروديه ودرت لو بوكي غارني ديالي اللي فيه عرف كرافس فيه شويه حشيش الرند وفيه الزعتره زدت مرقت شويه بالماء سخون وغلقت على لا كوكوت مينوت ديالي ورحت من بعد ندور مع شغلي يعني سبقت فيه فطوري باش نحيه من الطريق وكما قلت لكم نتباكري ومن بعد هنا جيت للدروج الدار كنت سيقتها يعني نهار من قبل دونك دائما نديرو تحضيرات ويعني كنسيو كيفاش ننظموا روحنا هكذا باش نقدروا يعني نجيروا الحاله استعملت البنات كيما شفتوا ستيك هذاك جال جافيل جا هذاك الموسون يعني واش نقول لكم يمد بياض هايل ويقضي على كامل الاوساخ كيما حنا عندي هاد الاخرى هاد الدروج هدايا كشغل تمتم يدبغ بصح كي ندير جافيل ستيك هدايا يعني تمتم يبيض ويقضي لي على كامل الاوساخ انا يعني بكل امانه عاونوني شويه ولادي في الدروج هذا هكذا يعني باش تمتم نسلك خدمتهم شويه هنا بعد ما حكيتهم كامل لوكا مع الاخر كامل شوفوا في البيدون ديالي درت شويه لافصول تاع ستيك هذا الازرق حكيت لكم على الريحه ديالو أوتلونتيك هذاك باش يعني تبقى لي ريحه بزاف مليحه لانه ريحته ما شاء الله ومن بعد هكذا شللتهم وجبتهم غير بالفخوطوار هكذا وكما قلت لكم خليت ولادي هما يكملوا حتى للتحتة عاودت ومن بعد دخلت للدار يعني مازال مهمه كبيره راهي تسنى فيا هنا هذيك الكسره كانت ولا العجينه تاع الكسره فطير ديالي كانت ريحت شويه يعني الخميره اللي درتها اه كشغل تمت شويه المفعول ديالها والبنات باش الكسره فطير كشغل تبقى لكم اه كخوستيونت وما تجيكمش طريه بزاف سورتو بعد ما تبرد ما تكتروش بزاف الخميره ديروا غير برك على راس تاع المغرفه هكذا اه راح تجيكم كروستيون كي عفوا وتجي بزاف بنينه فوالا طيبتها تعرفوني تعرفوا اختكم سميره نحب دائما حاجه محمره في العجين وقع اكيد باش تجي يعني بنينه وباش تطيب لنا بيان هاي اللي هنا خرجت تتشهي دائما هنا استعملت السميد تاع ماما الرقيق اللي درت به المسمن تاني تفكرت باش نشكركم على كامل تعليقاتكم اللي كانت اكثر من رائعه في لا فيديو تاع المسمن وان شاء الله تكونوا استفدتوا ونشكر كل الاخوات اللي بعثوا لي تطبيقاتهم وفرحت يعني اللي حفزتكم وان شاء الله تاني تكونوا شاطرات فحلات ان شاء الله حبيبات قلبي لأن الوصفات التقليديه ديالنا نولوا ليهم لهم وكامل نحبهم واللوبيا تاني هاي اللي كراهي طابت كيما شتو بعد ما طابت عاود رجعت هذاك المركز لداخل باش يزيد يطلق البنه ديالو نعاود لها لي تاني في الاخر هكذا باش تبان البنه ديالهم ونقدموها هكذا بشويه حشيش شويه بصل لهريسه شويه زيت الزيتون كاين يديروا تاني الخل يعني تجي ما شاء الله سورتو مع حاره وكامل سورتو هكذا كيكون الشتاء وكاع يعني ما ما كاش ما ارواح من اللوبيا في العدس وفي نفس الوقت يعني يسلكم اليوم واش نقولكم ضربتهم ضربتهم بكوكوطه تاع اللوبيا فطور وعشاء هكذا يعني باش نستغل القاعده مع الضيوف اللي راهم جاييني باش تاني بعد ما نعياش يعني خلاص نتهنى من التخمام هذاك تاع العشاء ودوكا بما انه البنات رانا مقبلين على العيد الاضحى المبارك ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والهنا بزاف اخوات راهم يحوسوا على هذه الاله اللي ترحي اللحم كامل ودير المرقاز ودير الكبه هذيك السوريه ولا اللبنانيه هذيك وكنت شاركتكم يعني في فيديوهات السابقه كيفاش نخدموا بها الكبه دونك بزاف اخوات يحتاجوها في هذه المناسبه نرحيو بها هكذا اللحم في الدار نديروا بها شيش كباب نخدموا بها حتى المرقاز و يعني بزاف تاني اللي يحبوا يرحيو اللحم هكذا في الدار احسن من اللي نشريوه عند البوشي ما على بالناش كيف يوجفوا هذاك اللحم من الاخر ماشي كيما كي نشريو مورسو تاع اللحم ونرحيوه في الدار ها يعني الترحي ما شاء الله انا تحصلت عليها من عند لا فيسبوك و انستغرام فيت دي زاد هاي لك هنا لا مارك بوستون البنات اذا كنتوا حابين تطلبوها ها ارقام الهاتف راهم هنا امامكم آه، راهي بروموسيون عندهم راهي بسعر تاع مليون و200 ويديروا التوصيل لكامل ولايات الوطن وين ما كنتو راح يجيبوها لكم التوصيل البنات راهو مجاني هم ليك لي ديالها فيها يعني غير كيما يقولوا ما قل ودل من الاكسسوارات يعني اللي نحتاجوهم عندهم هم ليك آه، لي ديسك هذوك تاع اللحم اللي يخرجوا اللحم كاين فيهم ثلاثه من الرقيقه المتوسطه الخشينه هذا هو اللمبوط اللي نخدموا به المرقاز وعنده هذوك زوج عفايس كحوله هذوك هما اللي تخدموا بهم الكبه تتركب هكذا البنات بهذه الطريقه راهي سهله بزاف بزاف نحطوا من بعد هذاك الحال هزونا هذاك اللي يجي لداخل نحطوا هذيك لالام تاني ونغلقوا بهاد دي ديسك هادو اللي يجوا فيهم هذوك الثقوب اللي تستعملوا نتوما على حسب ما, ما تحبوا كما قلت لكم كاين من رقيقة. حتى المتوسطة حتى الخشينة كامل وهذا يتركب هنا بهذا الشكل هذا يعني راهي سهلة بزاف بزاف كما قلت لكم يعني تاني ترحي اللحم جميع أنواع اللحوم يعني ما اللحم كيكون فيه شحمة ولا جلدة ولا يعني ترحيت ما تخليه حتى حاجة والحاجة المليحة اللي تعجبني أنا كندير فيها الغرس هكذا كي يكون عندي التمر ولا نشري هذا الغرس هذا التمر هذا تاع تاع البطانة هذاك شوفوا نقيه هكذا كامل على بالي باللي راه نقيقي ما فيه لا أوساخ لا دود لا والو ويعني ندير له شوية زيت ونرحيه في هذه الآلة هادي تاني يعني تخرجوا ما شاء الله يخرج طري يعني من اروع ما يكون هذا ننصح به اصحاب الصحراء اللي عندهم تومور بزاف تاني الاخوات اللي يخدموا هكذا الغرس ويبيعوه كاين بزاف يخدموا في الدار هاد الاله راهي رايحه تعاونكم وما تعبكمش كامل كامل نتوما ما عليكم برك تنقيو التمر تاعكم وهي راهي رايحه تستكلف شوفوا ديروه لكم الطري ويخرج ما شاء الله والله يعني من اروع ما يكون ديروا به مقروط ديروا به مبرجه يعني واش ديروا به راح يجيكم الطري وشوفوا يعني يجي ما, شاء الله يعني اي وحده حبت الاله هذه ما كش رايحه تندمي عليها راني خليت لكم البنات كامل يعني التفاصيل وارقام الهاتف وراني رايحه تاني نخلي لكم في صندوق الوصف لليا تاع لاباج باج في ديزا تاع فيسبوك و تاع الانستغرام راهم دايرين بزاف تخفيضات بمناسبه عيد الاضحى على بزاف يعني تاع الالكتروميناجي تاع السلع او كامل دونك اضربوا طلا ماكوش رايحين تندموا البنات و دوكا نروحوا نشارك معكم على السريع هكذا شويه تحضيراتي يعني واش وجدت كامل للضيوف ديالي الحاجه الاولى درت لا كونفيتور تاع لا فريس كيما راكم تشوفوا هذه يعني كاين عفايس اللي كنت وجدتهم من قبل وكاين اللي درتهم هذاك النهار كيما لا كونفيتور وجدتها نهار من قبل نقصت عليا درتها أه حوالي هكذاك 6 ساعات أه درت هنا البنات اللي يحبوا يعني المقادير المضبوطه درت 750 غرام تاع لا أه بالنسبه للسكر نقصت لها درت لها 250 غرام تاع السكر و خلطتهم شويه وحطيتهم يباتوا في الفريجيدر ولا هكذا كيما قلت لكم حوالي 6 ساعات ومن بعد طيبتها ما لها لا ما لا والو على نار قليله وكنت نحيلها في كل مره هذوك الرغاوي حتى هذاك لو سيغو أه تحصلت على واحد اللون البنات من اروع ما ياكم أه تفكرت انه ما درت لهاش عصير تاع القارص سي خرج لي واحد اللون بزاف شباب ابقاو معايا في المتابعه راكم رايحين تشوفوا كيفاش خرجت لي بعد ما بردت طبعا وانا مرحتهاش حبيت نخلي هذيك هاك هكذاك حب درت لاتاي ديالي راهي طيب من جهه واحده اخرى هنا خديت فيتي اللي كانت عندي في في المجمد ثاني كنت جبتها من نهار من قبل هكذا باش يعني باش كي نوض الصباح نلقاها خلاص دي حليتها البنات رقيقه كما كتشوفوا معايا حوالي هكذاك 2 مليمتر ومن بعد طبعت الدوائر جبت قطعه واحده اخرى صغيره شويه على القطعه هذيك وكشغل درت دائره واحده اخرى بصح ما نعبزوش بزاف كشغل نعلمو برك ضغطه غير خفيفه برك هكذا بهذا الشكل البنات ومن بعد بوسط فرشيطة نديرو ثقوب هكذا في الوسط باش هذاك لو فون هذاك ما يطلعناش هنا باش يكون عندهم لون شباب خديت صفار البيض شوفوا البنات من الاحسن يعني ندهنوه هكذا بصبعنا باش هذاك صفار البيض ما يطيحناش على الجوانب هكذا لاباط فيتيدينا فيتي ديالنا راهي رايحه تتورق لنا بيان ومن بعد درت صلصه الطماطم اللي كنت حضرتها في الدار اه من الاحسن تاني تكون هكذا خطره باش كما قلت لكم ما, ما تسيلناش على الجوانب حطيت هكذا كميه منها وخليت يعني حوالي هكذا كما كتشوفوا معايا واحد 4 ملم يعني على الجوانب هكذا باش يكون عندهم الشكل شباب وتكون عندهم تحميره بزاف شابه دخلتهم البنات للفوق وانا رايحه نوجد لهم هنا حويجه باش يجوزوها مع لاتاي اللي حتكون عبارة على الروينة ولا نظن لبسيسة يعني كل واحد كيفاش يسميها هنا حطيت كاس تاع عسل حطيت معاه كاس تاع زبدة ودوبتهم يعني انا نديرها كيما ندير الطمينة هنا برك باش تشوفوا لا تايب اللي راهو طاب وراني خلطت والله الله, الله حتى دار هذيك لاموس وخليته تكوتي كي نجي رايحه يعني نسربيه لهم نعاود نسخنو شويه ونزيد نعاود نخلطو لانه دي فالاموس هذيك تروح آه هنايا من بعد رميت هذيك الروينه كيما معايا وفرقتها هكذا في طبيسي الله الله هذه ثاني تقدروا توجدوها البنات على بكري ومن بعد عند التقديم دخلوها شويه برك للميكرووند باش تطفى تطلق روحها وتقدموها للضيوف ديالكم هكذا تكون دافيه راح تجي بنينه وتبان شغل هذاك وين درتوها ما بعض يعني كامل لي كامل اللي نقدر نمدهم لكم يعني التحضيرات المسبقه اللي تقدر تعاونكم باش تنقصوا على روحكم الجهد والوقفه تاع الكوزينه هذاك النهار اللي يكون عندكم فيه ضيوف هكذا باش تستقبلوهم يعني ما تكونوش عيانين بزاف أهم لي كليميني بيتزا بلا بات فيتي راهم خرجوا اكوشتو كيفاش تورقوا خرجوا ما شاء الله زينتهم بشويه تاع جبن مبشور و أه الطون تاني و دوكا هنايا راني رايحه نوجد لا كريم باش ندير دي ميني تارتلات تاع لا أه درت هنايا حبه بيض زوج مغارف تاع السكر خلطتهم زدت لهم ثلاثه مغارف تاع مايزينا راني نجري شويه في الهضره سمحوا لانه لا فيديو شويه طويله ونحب نمد لكم كامل التفاصيل هنا خلطهم من جهه واحده اخرى عندي حوالي 300 مللتر تاع الحليب هنا الحليب ديالي راه سخون نزيدوه ونحركو ومن بعد نعاودو نرجعو كلش الكاسرونه على كل حال يعني كامل تعرفوا ديروا لا كريم باتيسيا راهي حاجه سهله بزاف انا نقصت السكر درت زوج مغارف ماشي معمرين لانه من بعد راني رايحه نجر... نرجعها عفوا ديبلومات فوالا هايليك هنا بعد ما عقدت فرغتها مباشرة في أن ريسيبيون غطيتها بفيلم أليمونتاغ أون آه كونتاكت مع الكريمة ودخلتها للمجمد هكذا باش تبرد لي تمتم هذه البنات درتها لو جوغ يعني اللي جاو عندي الضيوف فوالا هنا من طلعت آه حوالي نص كاس تاع غبره شونتيي مع ربع كاس تاع حليب ولا ما يكونو باردين مليح مليح نزيدوهم هنا على الكريمه تاعنا بعد ما بعد ما تبرد نضربوها بال بالباتور باش تطلق روحها ونزيدو لا كريم شونتي ديالنا حتى نتحصلوا على قوام يعني يكون شباب هاولي كيما كتشوفوا درتها في اون بوش ونديروا هكذا اون غوزاس من في داخل لي فون دو تارت ادياولي لي تاني كانوا عندي واجدين تاني هامليك يجوا تاني سهلين نقدموهم هكذا بهاد الطريقة هادي ومن الفوق نحطو الفواكه واش كان عندنا انا هنا درت لهم نص حبة تاع كيوي ونص حبة تاع لافخاز وحطيتهم فوق هاد الكويرطات هذا راح يمد يعني منظر بزاف شباب يجو هايلين وبالنسبه للعصير قدمت لهم مخيطو بذوق الليمون والفراوله اللي كان منعش يعني درت حاجه في الدار ما حبيتش نشري عصائر وكامل وكامل دوكا رانا نميلوا للعصائر الطبيعيه حتى بالنسبه للحلاوه ما حبيتش نكتر السكر هكذا باش يجي مليح ويجي ما يقهمش اكو شتو النعناع وكاع اخر حاجه بقات لي آه هذيك الروينه اللي كنت شبحتها هكذا المحمص وشويه مكسرات وكامل وهنا راهم لحقوا الضيوف ديالي ومرحبا بهم وملحقوا الخطابه كيما راكم تشوفوا واش من الورد وكما يقول مثل مرحبا باللي جا وجاب آه مرحبا بهم دونك بالنسبه للضيوف ديالي صديقتي الغالية على قلبي جو اي دوسور كنت تعرفوها كنت يعني عرفتكم عليها من قبل صديقتي الثانية صاحبة مدرسة لا غوز بلانش اللي جاية في الجي بلاش تاني كنت عرفتكم عليها وعلى ليكول ديالها ام اروى مع بنتها اروى هايلك دونك ام اروى القسنطينية الفحلة ديالنا اللي شاركتكم تاني المظهر اللي قطروه عندهم في بلادهم في قسنطينة وما ورد تاني وبزاف اللي شريتو وعجبكم دونك فوالا كيما كتشوفوا داروا لي كيما يقولوا زياره زدنا مال عندي مرحبا بهم شوفوا يعني كامل واش دارت كو ايدوسور يعني يعطيها الصحه انا يعني دائما تبهرني بالخدمه ديالها وبالحلويات ديالها يعني هذه المره قالت لي سميره راح نجيب لك غير جديد وفعلا يعني كما قلت لكم بهرتني بالحلويات اللي جابتها فوالا هنا تاني من قبل ما نشوفوا كامل الحلويات بالتفصيل آه هاي لك الطاوله يعني كامل كيفاش خرجت كما كتشوفو هنا خياتي باش تستفادوا نتوما من بعد الافكار اذا كان عندكم خطبه ولا سابع مزيود هكذا ولا اي مناسبه ان شاء الله راكم رايحين تستفادوا معايا دونك كيما كتشوفوا لي هامليك, لي ميني بيتزا المسمى اللي شاركته معاكم هاوليك هنا الروينا العصير اللي درناه مخيطو بذوق الليمون والفراوله شويه مكسرات والحلويات تاع صديقتي جو اي هنا بهذا لو بوكي تاع النوار اللي يعني دارت لي به مفاجاه كبيره كبيره التحليه امباسادور شوكولا اللي كنت شاركتها معاكم تاني راهي حاضره شاركتها معكم من في الفيديو اللي فات كنت درتها سبيسيالمون دونك للضيوف أديالي هادوما هذيك تاني كنت درتها نهار من قبل فوالا ها مليك الحلويات كيما راكو تشوفوا والله غير كيما يقولوا تخونني الكلمات يعني واش نهضر واش نعبر هنا شوفوا هاد الكعكات يعني اخر صيحه في الموديل تاع سمتهم سماتهم هي قالت لي كعكات جيبيور دونك جديده عندها الشكل تاعها كشغل شغل يبان بلا دونتيل راكو تعرفوا لا كيبور تجي شغل شويه خشينه على لا دونتيل يعني حاجه بزاف شابه هنايا جابت لي بعض الحلويات هادوما يعني باش نتوما اللي راكم اونسنت وكحنا يعني راكم قبيل ان شاء الله على زياده وعندكم سابع وكامل يعني واحد الافكار من اروع ما يكون تاع زياده هكذا وكامل شوفوا سبيبطاتي يهبلوا يعني ادق التفاصيل واهتمت بهم هذاك البوبون هذيك لابوسات لعب ما تخموش راني جيتكم شاء الله بالتفصيل باش تشوفوهم انا الشيء اللي يعجبني في الحلويات تاع جو يعني ماشي برك الشكل ولا كشغل يعني لا الشكل ولا الذوق ولا الاناقه ولا الحطه ولا الالوان ولا يعني كشغل كلش مدروس حاجه اللي بحب وندارت باتقان ودارت كشغل فن يعني دارت بالفن فوالا ماشي زعما قال حلويات كيما كامل يديرهم تشوفوا عندها كل حاجة الله يبارك ما شاء الله كما قلت لكم أدق التفاصيل ركزوا لي هنا يا على الكوكسينال هذيك اللي راهي فوق الحلوى شوفوا من أروع ما يكون والله يعني أن باني دو فخوي هكذا أه تدوه في يدكم نتوما هكذا مثلا قطع الشرط خطبة ولا انتي حابة تديه في يدك تهديه ولا يعني راح يكون ان تري تري بو كادو وهاد لي فلوغ تاني شوفو هادو كل ورده كو اي هي اللي خدمتها يعني بيديها دونك راح تكون فكره بزاف هايله للخطبات تدو هذاك البوكي دو فلوغ في يديكم أه راح يكون شيعة وشبعة راح تشوفوا المفاجاه معايا تاع هذوك لي راح نوريه لكم ان شاء الله بالتفصيل هنا باش برك ما نطولش على الضيوف ديالي بديت يعني نستقبل فيهم اول حاجه يعني كيما شفتوا العصائر أه ولا العصير اللي حطيته لهم ما عصائر عصير واحد ولكن يعني صدقوني كي نديروا عصير في الدار راح يغني على جميع انواع المشروبات والعصائر تاع المحلات يعني كي عندنا ضيوف اعزاز علينا وكان عندنا الوقت من الاحسن نديروا عصائر طبيعيه أه دوكا سورتو مؤخرا بزاف ناس راهي تتفادى السكريات كاين ناس مريضه كاين ناس يتبعون حميه دونك ما كاش ما احسن من العصائر الطبيعيه دونك هذا هو العصير قدمته مع هذيك التحليه اللي كنت شاركتها معكم كانت خفيفه وبنينه بالذوق تاع الشوكولا وعندنا هذوك لي ميني بيتزا كما يعني خرجوا ما شاء الله خصتهم برك وريقه تاع معدنوس ما كانش عندي باش نكسر هذاك اللون ولي تاني لي, آه لي درناهم يعني آه لي طارتولات هادو ما كي في الدار راح يسقاموا لنا وفي نفس الوقت راح تكون حاجه اللي درناها بيدينا وحاجه تكون بروب تكون يعني آه حاجه بالطبع وشان يعني ما كيما كي حاجه بيدنا ونقدموها للضيوف اديانا آه آه بعدها وبعدها جا وقت آه القهوه آه يعني اللي قدمته بالحلويات تاع كو اي وبالمسمن اللي كنت شاركته معكم من قبل هاوليك الحلويات يعني الله يبارك ما شاء الله آه واحد الحلوه تقولوا يعني ما نحطوها برك هكذا الشباح آه حلوه تاع حطه تاع آه نتوما اللي عندكم هكذا خطبه اه قطيع الشرط على اه باليش عندكم ضيوف عزازة عليكم العروسه كامل يعني حلوه بالطبع والشان اه كما قلت لكم شوفوا هذاك البوبون الله يبارك ما شاء الله يعني وحلوه كامل باللوز حلوه بالطبع والحبه كبيره الله يبارك ما شاء الله هذاك البوبون يعني صدقوني اه مخدوم اه روعه 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 حاشاكم حتى الودنيه مخدومين يعني باتقان راني آه لكم من بعد واكو رايحين تشوفوا وركزوا برك على الخدمه هذيك لا بوسه كشتوها الغوص من الفوق بالضغاب يعني ما حتى حاجه جو اي دوسا دونك نتوما ثاني لا عندكم هكذا يا مزيود سابع ولا يعني افكار هايله بهذوك الحلويات اللي راهم خصيصا للمزيود هاكو تشوفوا معايا خياتي واحد الالوان بزاف شابين الوان يعني كما يقول مش دوك لي كولور يعنى يعميو في العين كل حاجه بالطبع شوفوا هذاك الصبيبط حتى لون من اللور ساتوش. يعني ما شاء الله والله غير كما قلت لكم ما لقيتش واش نهضر واحد لي كولور ثاني بزاف شابين ماشي هذوك اللي مطلصين بهم وكامل لي فخوي شوفوا يحبوا ينطقوا الله يبارك ما شاء الله توب دو توب يعني كامل كامل شابين ميم لي فلوغ ديالهم آه كيما تشوفوا يعني ما شاء الله وكيما قلت لكم خياتي بالنسبه للحلويات تاعها ماشي تقولوا برك غير الشكل ولا يعني حتى البنه والحلوه خياتي كيشغل كي شغل كي تاكلو باغ اكزومبل لي فخوي وتاكلوا حلوه واحده اخرى يعني الكوره رايح يختلف ولي فارساني راهم رايحين يختلفوا كل حلوه عندها لافار تاعها سبيسيال ديالها ولوكو ديالها ماشي كما قال عجينه وحده وكور و... <applause> ومدلعور مي هي لا لا يعني كل حلوه عندها الشكل ديالها وكل حلوه عندها الذوق ديالها وهنا ضيفتهم بالقهوه طبعا كل وحده كيفاش تحب القهوه ديالها كاين يحب التحليب وحده كاين لي هكذا قهوه حليب فقط يعني وبعد الملاحظه اللي دائما نديرها يعني دائما الضيوف تاوعنا نسقسوهم كيفاش تشربوا قهوه حليب كاين لي يديروا السكر كاين لي ما يديروش السكر دائما نحطوه لهم وهو ما يدبروا راسهم ماشي نروحوا نجرو نفرغوا قهوه حليب باسكو ماشي كاع الناس تشرب قهوه حليب كاين لي يحبها كحله كاين لي يحبها غير كخام هكذاك برك دونك دائما نسقسو الضيوف ديالنا وانا كي راني نقول لكم هذه الملاحظه اه يعني لاني صرات لي من قبل على بها راني ناكد عليها دوك كاين يقولوا لي سميره دوك يعني كاملة نديروها مي مازال كاين ناس يعني ما يديروهاش فوالا وما تنساوش تاني يعني كما نقول لكم دائما القهوه تاعكم خلوها حتى كي يجوا الضيوف ديالكم باش تطلع في البراس على بالكم ريحه القهوه كي تكون هكذاك تطلع جديده وكامل عندها يعني لو ديالها والضيوف تاعنا كيشموا هذيك الريحه تطلع على على بالكم القهوه و... والسحر تاعها يعني حاجه كشغل بالطبع وشان فوالا ودوكا نروحو لي كريتيك ونروحو للتقرعيد ونروحوا للاهم يعني حاجه اللي نحبها انا اللي هي نقسم لكم خياتي الحلويات باش تشوفوا كلش بالتفصيل اكو شفتوا لي فخوي كيفاش دايرين واكدتوا لي على هذيك الكوكسينه اللي ما نروح نروحو نشوفوا هاد لابوسات شوفوا, شوفوا كيفاش الخدمه خياتي ولا غير تقولوا نحطوهم شبح يعني حلوه ما تنتكلش فوالا البنات هنا بالنسبه هاد الديكور اللي راهم الفوق كاين بزاف اللي يعتبروه لا باتا سكر مي ماهيش لا باتا سكر سيت اون بات اللي تخدم بالشوكولا يعني الحلوه تاع كو اي دوسور كلش يتكل فيها حاجه ما تديها شوفوا هذه كيفاش تشهي يعني واش نقول لكم <applause> آه كل حلوه كنت نحلها كامل كنا يعني نعيطوا من يعني من لافاكس ومن الشكل الداخل ويعني من اروع ما يكون الصوره راهي تتحدث على نفسها خياتي يعني ما شاء الله وكما قلت لكم حتى البنة هذا خياتي شوفوا المخبز هذا بهذيك لا من الفوق كيفاش دايره شوفوا لي التناسق تاع الالوان لا تاع الطليه مع لا تاع الورده الداخل كيفاش جاي المخبز على ثلاثه طبقات راه البنات غير باللوز وبالجوز والطراوة واش نقول لكم لا من هذيك الطليه ويعني هذيك الطليه قاتي تاني مخدومه بطريقه جديده <applause> جاية فوندونت البنات جاية <applause> روعة <applause> ولهنا وصلنا لنقطة ضعفي اللي هي التزيريات واش نقولكم أنا نقسم فيها والموس يهبط وحده وحده مع طرية لداخل ما شاء الله نروح دوكا البنات كيما قلت لكم الاخر عيطة ولا صيحة في في الطلية وكامل طلية كي بيغ هاي هنايا اللون يهبل بزاف شباب والداخل تاني بيان فارسي باللوز وطراوه تاع يعني ما شاء الله هادو تاني تاع المزيوت تاني شوفوا الشكل تاعهم روعة ولا الداخل تاني شوفوا خياتي لا فاقس كيفاش دايرة الداخل أه والله غير بنا من أروع ما يكون وكما قلت لكم خياتي كلش ينتكل ماشي هذيك الحلوه اللي نقيوها ونحوا هذيك لا باش تنتكل يعني كل حاجه شوفوا لي هذيك الصبيبط تاني شوفوا كيفاش يهبل فكره هايله تاني باش نقدموا لي دغاجي يعني ما شاء الله أه كما قلت لكم حتى لونو يعني ما حتى حاجه الله يبارك ما شاء الله ثاني شوفوا ما فيهاش بزاف لي كولور وكاع روعه روعه هاد الصبيبط هذا فوالا شوفوا لا فارس الداخل عندها لوغو تاع تاع أه يعني من اروع ما يكون نروحوا دوكا لهذاك البوكي دو فلور الوريدات هذوك اللي كيما قلت لكم هي اللي خدمتهم الداخل فارسي بفيري روشي و بات مراهيش لا بات اسكر شوفوا يعني طريقه بزاف هايله ولا فكره هايله للخطبات لقطيع الشرط تدو هكذا في يدكم وكامل لي فيونساي يعني احسن ملي تدوا دوك لي فلوغ ولا تزيدوا برك بوكي صغير برك لي فلوغ نورمال يعني راح يحمر لكم اوجهكم راني يعني قسمت لكم الورده لداخل باش تشوفوا كيفاش يعني جات يعني ما شاء الله فكره بزاف هايله ان شاء الله خياتي في هذا لا فيديو تاع نهار اليوم تكونوا خديتوا الافكار و يعني لو شفتوا معايا الحلويات خاصه الحلواجيات كامل اللي يحبوا يشوفوا جديد ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو هذه واخر حاجه لا ديالي اللي كانوا كامل يسنوا فيه كانوا يقولوا سميره شوفوا غير في اليوتيوب اليوم وقت لهم بهذيك لاموسو مع هذيك الروينه والحلويات توجور تاع كو مع شويه تاع المكسرات وفي الاخير نقول للضيوف ديالي ام اروى صاحبه مدرسه لا روز بلانش صديقتي جو اي وصديقتها اللي تعرفت بها حلواجيه تاني اختي نورا كيتشن نقول لهم يعطيكم الصحه على الحضور ديالكم وعلى القصره معاكم اللي كانت حلوه يعني فريمون قصرنا بيا على الحلويات نحينا على خاطرنا كانت قاعده ما شاء الله نتمنها لكم كامل لكم ربي يدوم اللمه والافراح علينا وعليكم ان شاء الله عن قريب نجاحات وليدات حياتكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الافكار خياتي ما بقى لي برك نقول لكم تهلاو في صحتكم تهلاو في رواحتكم ونقول لكم دائما وابدا احبكم في الله في امان الله